يشير الكتاب المقدس إلى أن القديس يوحنا المعمدان عمد السيد المسيح في نهر الأردن، والذي يعتبر ثالث الأماكن الأقدس في المسيحية. حتى اليوم لا يزال بعض المسيحيين يحجون إلى هذا النهر لينزلوا في مائه إيمانا منهم بقدسيتها، ولكن نهر الأردن مهدد بالجفاف حسب تقديرات البعض. اليوم سنعرض بعض الاكتشافات التي توصل إليها العلماء على إثر جفاف الأنهار، لذا تابع الفيديو للنهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل الأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. السيد المسيح العلنية ابتدأ بدعوة يوحنا المعمدان للعماد في منطقة نهر الأردن، فقد قدم إليه الناس من القدس واليهودية وجميع أقاليم الأردن، وقام بتعميدهم بعد الاعتراف بخطاياهم. وفي كل عام تجري طقوس مراسم إقامة الشعائر الدينية المقدسة على نهر الأردن في ذكرى عماد السيد المسيح عليه السلام، والذي يصادف الخميس الأخير من تشرين الأول لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي. كذلك قبل غزو أرض كنعان المعادية، أرسل يشوع جاسوسين لاستكشاف العدو، وأمر يشوع الناس بتكريس أنفسهم بغسل أنفسهم وملابسهم والامتناع عن ممارسة الجنس. وفي اليوم التالي قام بتجميعهم على بعد نصف ميل خلف تابوت العهد، وأخبر الكهنة اللاويين بحمل التابوت إلى نهر الأردن. بمجرد أن خاض الكهنة مع الفلك، توقفت المياه عن التدفق وتراكمت في كومة على بعد 20 ميلا شمالا بالقرب من قرية آدم. تم قطعه أيضا إلى الجنوب بينما كان الكهنة ينتظرون مع التابوت في وسط النهر، وعبرت الأمة بأكملها على الأرض الجافة. بمجرد عبور الجميع، خرج الكهنة مع الفلك من مجرى النهر حالما كانت آمنة على الأرض الجافة. هرعت مياه الأردن، وكان الناس يخيمون في تلك الليلة في الجلجال على بعد حوالي 2 ميل من أريحا. وأخذ يشوع 12 حجرا بعدد أصباط شعب إسرائيل ورصها في نصب تذكاري. مدينة الأشباح الإسبانية. بعد نحو 30 عاما على اختفائها، عادت قرية أشباح إسبانية إلى الظهور من جديد بعد أن غمرتها المياه منذ عام 1992. كانت قرية إيسيريدو التي تقع في منطقة غاليسيا شمال غرب إسبانيا مغمورة في المياه إثر إنشاء سد ألتو ليندوسو بالقرب منها، ولكنها طفت على السطح مجددا بسبب تراجع مياه السد إلى 15% من سعته، وهذا عائد إلى الجفاف. سميت بقايا القرية الغارقة بقرية الأشباح، ولكنها أصبحت بعد إعادة ظهورها مزارا لسكان المنطقة والسياح. ويصف أحد السياح تجربة التجول في القرية بمشاهدة فيلم حزين. إن عودة ظهور القرية الغارقة يأتي في وقت تعاني فيه إسبانيا من الجفاف وقلة الأمطار خلال الأشهر الأخيرة. سجلت البلاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 35% فقط من متوسط هطول الأمطار الذي شهدته خلال الفترة نفسها من عام 1981 و2019. كذلك أعاد ظهور القرية الإسبانية من جديد إلى الأذهان قرية كيري قسروكا أو قصر التل في العراق، التي طافت إلى السطح مجددا في نوفمبر من عام 2021 بعد أن غمرتها مياه سد دهوك قبل نحو 35 عاما. وأيضا كان السبب تراجع منسوب مياه السد بشكل غير مسبوق نتيجة للجفاف، فيما كانت في السابق مقرا لنحو 50 عائلة كردية من عشيرة الدوسكي. معبد مفقود في تايلاند. ساهم انحسار مستوى المياه وسط تايلاند في اكتشاف معبد بوذي كانت المياه قد غمرته منذ سنوات. شهدت المنطقة زيارة آلاف التايلانديين لإلقاء نظرة على المعبد المغمور، وقام آلاف التايلانديين بزيارة معبد بوذي ظهر فجأة وسط البلاد بعد انحسار مستوى المياه وجفاف المنطقة المحيطة به. وقد أصبح بإمكان الزوار اكتشاف بقايا وات نونغ بوياي، المعبد المغمور. كان بعض الرهبان البوذيين من بين مئات الأشخاص الذين تفقدوا هياكل المعبد المكسورة والمتناثرة على الأراضي المتشققة والمليئة بالأسماك الميتة بسبب الجفاف،
قام الزوار بتزيين تمثال بوذا الذي يصل طوله إلى 4 أمتار بالورود والشرائط. وعلى ما يبدو فتمثال بوذا لا يملك رأساً. أغلب الظن أن التمثال تحطم بسبب المياه التي غمرته منذ عقود. وحسب الزوار فالمعبد تغمره المياه خلال موسم الأمطار، وبالتالي فهو يختفي. ولكن لا تخفى على أحد الأضرار التي يخلفها الجفاف على المنطقة، وخاصة الأراضي الزراعية. عادة يقوم السد بري ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية في 4 مقاطعات، ولكن مع الجفاف لا يمكن للسد سوى تغطية 121 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في منطقة لوبوري. أشار سكان المنطقة إلى أن المعبد كان مركز لقاء لسكان القرية والأصدقاء والأطفال الذين يتذكرون تماثيل الفيلة أمام المبنى الرئيسي، وإضافة إلى كونه مركزاً يمارس فيه السكان طقوسهم الدينية، فالمعبد نقطة لقاء خلال المهرجانات والأنشطة التعليمية، وهو متنزه ومنطقة ترفيهية. أنقاض مدينة من العصر البرونزي في العراق. اكتشف علماء آثار أنقاض مدينة في العراق عمرها 3400 عام، مع قصر وحصن مترامي الأطراف، وذلك بعد الجفاف الشديد الذي أدى إلى استنفاذ مستويات المياه في أكبر خزان بالبلاد. وظهرت مستوطنة العصر البرونزي التي غمرها نهر دجلة لفترة طويلة، وتسابق الباحثون في التنقيب عن المدينة القديمة قبل إعادة ملء السد مجدداً. تم توثيق المدينة العراقية القديمة الواقعة في كردستان في موقع يعرف باسم كيميوني من قبل فريق من علماء الآثار الألمان والأكراد، وكانت المستوطنة على الأرجح مركزاً رئيسياً خلال إمبراطورية ميتاني من 1550 إلى 1350 قبل الميلاد. نظراً لأن المدينة كانت تقع مباشرة على نهر دجلة، فقد لعبت دوراً مهماً في ربط المنطقة الأساسية لإمبراطورية ميتاني التي كانت تقع في شمال شرق سوريا حالياً والمحيط الشرقي للإمبراطورية. ووجد العلماء أبراجاً وقصراً ضخماً والعديد من المباني الكبيرة الأخرى من بين أنقاض البؤرة الاستيطانية المحصنة المكتشفة، وقالوا أنهم يعتقدون أن هذه المستوطنة هي مدينة زاخيكو القديمة التي كانت ذات يوم مركزاً سياسياً مزدحماً في المنطقة. تم تدمير المدينة التي تعود إلى العصر البرونزي في زلزال ضرب المنطقة في وقت ما حوالي 1350 قبل الميلاد. وفقاً لعلماء الآثار، وأشاروا إلى أن الكارثة الطبيعية تسببت على الأرجح في دفن الأجزاء العلوية من الجدران لمعظم المباني المتبقية، مما جعلها في حالة جيدة نسبياً على مدى آلاف السنين. اكتشاف هيكل عظمي من الثمانينيات. عثر على هيكل عظمي يعود تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضي في برميل معدني على الأرضية الجافة لبحيرة اصطناعية قرب لاس فيغاس. عثر عليه في بحيرة ميد على أكبر خزان للمياه في الولايات المتحدة، والذي انخفض مستواه بشكل كبير تحت تأثير الجفاف المزمن. وقد عثر على الجثة من جانب ركاب قوارب استجمام داخل صندوق صادئ عالق في التراب. استناداً إلى المقتنيات الشخصية الموجودة في البرميل مع الجثة، تعتقد شرطة لاس فيغاس أنها عائدة إلى شخص قتل في الثمانينات، ولم يكشف عن أسباب الوفاة ولا طبيعة المقتنيات من جانب المحققين الذين لم يتعرفوا بعد على الضحية. بينما يرجح البعض أن الجثة تعود لجوني بابوات الذي لقب بملك ألعاب الكازينو وقد قتل في ظروف غامضة. قال الضابط في شرطة لاس فيغاس راي سبنسر: هذه قضية صعبة للغاية، بالإضافة إلى أنه حذر من احتمالات كبيرة للغاية لاكتشاف رفات بشرية جديدة مع انخفاض منسوب المياه. جفاف بحر آرال. آرال قصة بحر تحول من كونه رابع أكبر حوض مائي أو رابع أكبر بحيرة في العالم إلى صحراء بفضل التدخل البشري. في الحقيقة ما تراه في الصورة ما هو إلا بحر، أو كان بحراً قبل أن يصبح صحراء قاتلة، وأصبحت السفن والقوارب الغارقة مخبأ للحيوانات من حرارة الشمس الحارقة.
يعد جفاف بحر آرال في آسيا الوسطى من أكبر الكوارث التي تسبب بها الإنسان. فمن أجل زيادة إنتاج القطن إبان الحقبة السوفيتية طبقت خطط صارمة لري الحقول، ما أدى إلى جفاف 90% من بحر آرال الذي كان يعد رابع أكبر حوض مائي في العالم. وتنتشر الآن بقايا صدئة لقوارب كانت يوما غارقة في قاع البحر الذي أصبح اليوم صحراء. تبخر البحر الذي كانت مساحته نحو 6000 كيلومتر مربع وبعمق 40 مترا، ولم يبقى منه اليوم سوى 10% من تلك المساحة. كان هناك نهران يصبان في البحر، الأول نهر سارداريا من الشمال، أما النهر الآخر فكان أموداريا من الجنوب. ولكن السوفيات حولوا مسار النهرين لري حقول القطن، وأرادوا حينها تحويل منطقة آسيا الوسطى إلى أكبر منتج للقطن في العالم. نجحوا في ذلك خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي، عندما تصدرت أوزبكستان منتجي القطن في العالم. ومع مرور الوقت وتقلص مساحة البحر، تركزت نسبة المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية التي تصل إليه، ما أدى إلى نفوق الحياة البحرية والأسماك معها. فمن جهة قام السوفييت بتطوير صناعة القطن، ولكن خططهم أدت إلى تدمير البحر والثروة السمكية فيه. اليوم بقيت أجزاء من البحر محتفظة بالمياه، إحداها تسمى ببحر آرال الصغير، وتقع في الجزء الشمالي من بحر آرال الأصلي، ويحبس المياه فيها سد اسمه كاكارال، وسمح هذا السد برفع مستوى الماء إلى 3 أمتار من أدنى نقطة سجلت لارتفاع المياه في عام 2005، ما أرجع الحياة إلى قاع البحر. إلا أن بحر آرال الصغير يشكل 5% فقط من مساحة البحر الأصلي، ما يعني أن إنتاج الأسماك فيه لن يكون غزيرا كما كان. ولكن البعض يراودهم الأمل إلى أن يعود بحر آرال إلى ما كان عليه في يوم من الأيام، ولو بعد 10 سنين. حجارة الجوع. ظهرت إحدى هذه الحجارة على ضفة نهر إلبة في مدينة دتشين في جمهورية تشيك هذا العام. لاحظ وجودها أخيراً الصحفي الألماني أولاف كوينز، ونقشت على الحجر عبارة إن رأيتموني فانتحبوا. تعود بعض هذه النقوش إلى القرن 15 حسب ما اكتشف باحثون تشيكيون عام 2013، وتشير حجارة دتشين إلى وقوع ما يقرب من 12 موجة جفاف في غضون 600 عام. حجارة الجوع صخور قديمة تحمل تحذيرات خطيرة إلى الظهور، فيما تخيم موجة جفاف طويلة الأمد على الجزء الأكبر من القارة الأوروبية، ولقرون خلت وعلى جانبي مجاري الأنهار الناضبة. نقشت كتابات على حجارة تحذر الأجيال المقبلة من أن ظهورها يعني اقتراب المجاعة، وما زال عدد من الأنهار الأوروبية كإلبا والراين وويس يحتفظ بما هو معروف باسم حجارة الجوع، التي نقشت على سطحها تحذيرات قاتمة لسيئي الحظ الذين تتسنى لهم رؤيتها. ولذلك ربما تكون موجة الجفاف التي تضرب أوروبا حاليا الأسوأ منذ 500 عام، وهي مرجحة للاستمرار لثلاثة أشهر أخرى وفقا لأندريا توريتي، إحدى العالمات في مرصد الجفاف الأوروبي. أعزائي متابعي قناة هل تعلم، إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.